يا هلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومشاهدي قناة دبليو تي في برحلتنا ويا فنك تربح، واكيد الجوائز مستمرة ويانا والمتعة والتشويق والمشاركة ناطريها من يومكم، واكيد الكل فايز ويانا فنك تربح. اني ورد أكيد يلا صالحتك، رمضان مبارك على الجميع يا رب، وعليك ايضا يا ثامر، رب يتقبل جميع طاعاتكم وان شاء الله صيام مقبول. شاركونا واتصلوا ويانا وان شاء الله الكل رابح، لكن نتحداكم ونقول لكم فنك تربح. فنك تربح. ورد، قبل ما نروح لاول اتصال اريد اسال السؤال. انت اول ايام، يعني اول، يعني اول ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم، سالتك على انه مشاركتك بالبيت بالفطور، بما انه انت برنامجك شي وقت فالفطور وياك يكون، لحد الان ما مشاركه بشيء؟ لا شاركت. ايش سويتي؟ صار لي ثلاث ايام تقريبا اشارك. يعني قبل ثلاث ايام شاركتي؟ لو صار لك ثلاث ايام مشاركين. لا ثلاث ايام صار اشارك. ايش سويتي باول يوم وثاني يوم وثالث يوم؟ اول يوم بديتها بشغله خفيفه، سويت سلطه. حلو. وبعدها ايش سويت؟ سويتي. قليت يعني، بس بما ان هي محضره واني جيت قليت المواد، اليوم سويت لهم شوربه وسويت معكرونه. اليوم نادره اليوم. صدق؟ أيوة. زين منو قال، منو الاكثر قالوا طيبه ولو ما قالوا طيبه؟ الكل قالوا طيبه. زين صح هي طيبه لو هيك يعني جداً تشجيع؟ طيب. لا لا يعني صح قليل اطبخ، بس طبخي حسب ما يقولون طيب. مو انا حسب ما اعرف انه الطبخ عن نفسيه، يعني نفسيته طيبه، حتى اذا سوى جاب جلاس مي هو يصير طيب. انت شو تقول؟ ما ادري ما ضايق طبخك الصراحه. لا انا نفسيتي شلون اعوف الطبخ؟ صراحه فنك تربح لا نفسيتش لا. ترسبين العالم. وين ما وين ماكو سؤال صعب تسالين، خصوصا البنات، حتى البنات كرهوك. لا ما حد يكرهني اني. هسه اول اتصال وياي لو وياك؟ لا وياك. وياي؟ اوكي تمام، نقول الو صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، رمضان كريم، من ويانا؟ محمد من بغداد. نعم؟ محمد. محمد. محمد من بغداد، محمد اول مره تتصل وتشارك؟ لا لا شارك قبل. فايز ويانا لو اول مره ان شاء الله تفوز؟ لا فايز. فايز ويانا، شلون هالمعنويات؟ يعني بما انه انت اول اتصال فان شاء الله تفوز ويانا فنك تربح ونروح للرول بسرعه، يلا يا رول خليك زين ويا محمد. ان شاء الله. رياضة. رياضة. سؤالي الرياضي وياك يقول، متى أنشئ أول ملعب لكرة القدم؟ متى وأين؟ وياك 20 ثانية فكر واربح، يلا يا محمد. متى وأين؟ والله ما أعرف. فكر 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 وياك 20 ثانية. تقدر تساعدنا شوية؟ ترى السؤال سهل، أنت شنو ما تلعب طوبة؟ لا والله ما أعرف. ورد أنت تلعبين طوبة؟ لا. وحتى ورد ما تلعب طوبة. انتهى الوقت يا محمد، ونعتذر منك ونتمنى مشاركتك مرة أخرى. ناخذ اتصال اخر ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، رمضان كريم. من وياي؟ مروه من بغداد. يا هلا بيك يا مروه. مروه اول مره تشاركين؟ يمين. اي والله. وشلونها معنوياتك، جاهزه تفوزين؟ يلا الحمد لله ان شاء الله. يلا نشوف الرول. مروه طلع الرول ومروه راحت. لا موجوده. فنية، شلونش بالفنية يا مروة؟ إن شاء الله خير. تحبين الفن؟ إي والله يعني. يعني الجيل القديم لو الجيل الجديد تتابعين؟ والله نشوف حسب السؤال. يلا نشوف. ما توصيتي هذا السؤال خسرانة. سؤالك يقول، شو يقول؟ من صاحب اللوحة الفنية العالمية زهور السوسن؟ زهور شنو؟ زهور السوسن، منو صاحب هاي اللوحة؟ نعم؟ صاحب هاي اللوحة زهور السوسن؟ اي نعم، منو اللي رسمها؟ منو اللي رسمها؟ فين فين؟ شلون؟ فين فين؟ لا سين سين شنو يعني؟ رسام معروف. حلو بس اسمه الموناليزا. للاسف يا مروة انتهى الوقت ويانا، لكن نتمنى لك حظ اوفر بالمشاركة القادمة. ورد اكو رسام اسمه سين سين؟ والله هاي انا بصراحه يعني صح احب الرسم بس رسام قليلة. لا اعرف اثنين ما ادري. مروه مين هذا الرسام الجديد؟ يجوز هي تعرفه. تمام نروح لاتصال اخر ونقول الو صباح الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، رمضان كريم، من ويانا؟ رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي، من ويانا؟
علي محسن. علي محسن من بغداد؟ علي محسن، اي نعم من بغداد. علي أول مرة شارك ويانا؟ أول مرة شارك، نعم. وإن شاء الله مو أول مرة، إن شاء الله على مدار رمضان أنت شارك ويانا وفايز ويانا. إن شاء الله، والله أنا حبيت بصراحة، والله حبيت بصراحة، يعني شلون يعني أحصل لي شغلة إن شاء الله بالشمال إذا الله سهل. إن شاء الله رايح للشمال بأقرب وقت. الله يعطيك، بس يا ريت يعني رجاءً، يا ريت، يا ريت شنو؟ يا ريت شنو؟ ما افتهمت يا ريت شنو؟ يا ريت ولا الأسئلة يعني. والله الأسئلة ويا ريت يوم الرول، أنت تحكي ويا الرول، قل له يا ريت يا رول إنه أسئلتك تكون أو سؤالك يكون سهل. أنا أملي بالله وبالرول. با علي، علي أنت حتى إذا ما جاوبت هسا وما ربحت لا سامح الله، فالأيام الجاية هواية، وأنت يومية اتصل وشارك وإن شاء الله تفوز. ان شاء الله طبعا. تمام حبيبي، يلا خلينا نروح للرول انا وياك ورد ونشوف وين راح يوقف وياك. يلا يا رول. ان شاء الله تسلم. يا رول خليك زين، يريد الولد يسافر. جغرافيا، شلون معلوماتك الجغرافيه؟ والله يعني زينه لو مو زينه؟ يعني تقريبا نصف. يعني 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 سؤالي يقول كم يبلغ عدد النجوم في المجره الواحده؟ كم يبلغ عدد النجوم بالمجرة الواحدة؟ وياك 20 ثانية فكر. اوكي المجرة الواحدة وياك 20 ثانية فكر يا علي حتى تروح ويانا للشمال العراق. كم يبلغ عدد النجوم في المجرة الواحدة؟ المجرة الواحدة بالمجرة نعم. سبعة. لا 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 لا، هواية هواية هواية. نعتذر منك، انتهى الوقت، ونتمنى معاودة اتصالك مرة أخرى حتى تفوز ويانا وإن شاء الله تسافر وتسافر. أكيد إن شاء الله. ناخذ اتصال آخر ونقول ألو. صباح الخير. صباح النور، رمضان كريم. رمضان كريم، حياتي حياتي من وياي؟ يا سوسن كاظم من بغداد. شنو؟ سوسن كاظم من بغداد. سوسن؟ نعم. يا هلا بيك يا سوسن. سوسن أول مرة تشاركين؟ أول مرة وياكم. شلون معنوياتك؟ الحمد لله عالمة. متحمسة؟ إن شاء الله. يعني حتفوزين اليوم؟ حتى إذا ما فزت على الجايات أكيد يعني. أكيد، أحلى شيء الروح الرياضية. أكيد طبعاً. يلا نشوف الرول شنو راح يختار لك. اليوم الرول شوية يعني شاد حيله ويا المتصلين. أنا أنت خلي أشاور الرول، خلي نشوف الرول. علوم. أنا تسمعيني؟ نسمعك. ما أعرف إيش قالت هي. شنو سوسن إيش قلتي؟ قلت لك خلي أشاور الرول، خلي ما يصير. سوسن شلونش بالعلوم؟ يعني مثلا جاهزه اسالك سؤالك؟ هي ما طول اسمها سوسن فاكيد معلوماتها بالعلوم مو قويه. لا سؤالك جدا بسيط وسهل. اوكي سؤالك شي يقول؟ شي يقول؟ سؤال يقول شي يقول؟ سؤالك يقول كيف يستطيع الثعبان ان يشتم؟ عن طريق الجلد. لا بعد بعد بسرعه. ايش هالسؤال؟ جدا سهل. صدق؟ والله العظيم. يلا سوسن. يلا يا سوسن. عن طريق اللسان، ما انا متاكده بالتعبير. شلون؟ عن طريق اللسان يعني؟ شو تقولين؟ متاكده؟ انا اي اكيد يعني. الف مبروك الك يا سوسن، اجابتك الصحيحه. الف مبروك يا سوسن. شكرا جزيلا عيني. سوسن بس اسمك الثلاثي؟ سوسن كاظم هادي. سوسن؟ سوسن شنو؟ كاظم؟ كاظم هادي. سوسن كاظم هادي من بغداد؟ نعم. ألف مبروك إليك يا سوسن، ربحتي ويانا باكج للعناية بالبشرة واللي يتكون من صابونة وخلطة للوجه مقدم من كوزمتك هدى يوسف. ألف مبروك يا سوسن. نعم. ونروح لاتصال آخر ونقول ألو ألو ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام وصباح الخير ورمضان كريم. علينا وعليكم بالصحة والعافية. الله يسلمك، من ويانا؟ مرتضى سيفر من الموصل. مرتضى من الموصل، حياك الله وحيا الله أهالينا بالموصل. سلمك الله. شلون معلوماتك؟ شلون معنوياتك؟ اكو أحد جاي يساعدك وياك لو بس أنت؟ والله بس نحن والبيت يعني ما في أحد يعني. تفوز؟ متأكد تفوز؟ والله ان شاء الله. اذا في واحد ثاني صراحه انتم سالتوني السؤال اللي يعني اي قاره يعني اصغر قاره في اسيا اصغر قاره في العالم، ما ادري عاد تقول اسيا قبل انقطاع الاتصال. اي مو هو وقت ويانا 20 ثانيه فنتمنى منك اليوم تركز
حتى قبل ما ينتهي الوقت انت تجاوب. تمام؟ ان شاء الله. بس تمام اوكي يلا خلينا نروح للرول ونشوف شو محضر لك من مفاجأة. يلا يلا يا رول. تاريخ، شلون معلوماتك بالتاريخ؟ والله حسب السؤال. حسب السؤال. سؤالي يقول ما هو البلد التي حدث بها أكبر مجاعة بالعالم؟ كل السهل صومال. السؤال. صومال. نعم. صومال. بعد بعد فكر فكر. إفريقيا. لا لا يعني دولة معروفة شوية. هواية. نعتذر منك انتهى الوقت والسؤال جدا كان سهل لكن انت ما مركز ويانا، نتمنى من الكل يركزون شوية ويانا حتى صحيح. يجاوبون صح ويربحون بالجوائز. ناخذ اتصال آخر. ألو. 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 ألو رمضان كريم. الله أكبر. من وياي؟ مريم. صوت جدا ناصي. مريم. مريم أديب. مريم؟ ايه. مريم من وين؟ يا مالي. يا هلا بيك يا مريم. مريم جاهزة؟ جاهزة. شنو أكثر معلومات حابة يختار لك اياها الرول؟ رياضة. رياضة كلش حلو. أنا زين يعني بما انه مريم رادت رياضه. نعم. فليش ما تروح لها يم الرول حتى تفوزيها؟ اكيد راح اروح لها يم الرول حتى نشوف شنو راح يختار. يلا فنية. للأسف فنية. جاهزة؟ جاهزة. ايش قد تعطين نسبة لنفسك من 100 بالمعلومات الفنية؟ 50. كل الزين، نسبة حلوة. سؤالك يقول أين توجد أكبر صالة عرض للسينما بالعالم؟ وين موجودة أكبر صالة سينما؟ بأي دولة؟ مصر. تسمعيني؟ مصر. لا مو مصر، دولة أوروبية. للأسف يا مريم انتهى الوقت وياك، لكن نتمنى لك حظ أوفر بالمرة المقبلة وأكيد ننتظر معاودة اتصالك. خسرتي البنية. لا ما وأنا خليتش تروحين يا مرال حتى تفوزيها خسرتيها. ما بعد ما خليك تتحركين تبقين مكانك احسن. مو احسن. لا اروح. تروحين تخسرين. مو اختصاص خساره يعني. مو هو البرنامج اسمه فنك تربح. بس هم هلا هلا ويا الناس. انت هم هلا ويا الناس. راح بي. انت واحد راح ربحي وواحد خسري يعني. انا ربحت واحد وهسه مريم خسرت. هسه دوري يعني؟ هسه دورك تربح احد. خلينا نقول الو مره اخرى وصباح الخير. الو صباح الخير. رمضان كريم. صباح الخير استاذ. رمضان كريم من ويانا؟ رمضان كريم. صباح الخير استاذ. الله اكرم. من ويانا؟ ابو زينب من كركوك. ابو زينب من كركوك. يا هلا ابو زينب. ابو زينب. ابو زينب. نعم. ابو زينب وطي صوت التلفزيون حتى تسمعنا ونسمعك واضح. ثلاث مرات اشارك واخسر. ان شاء الله هاي المره الرابعه راح تفوز. استاذ هذا ثلاث مرات اشارك واخسر. ان شاء الله اليوم تفوز يا ابو زينب. ان شاء الله. اوكي. 100% المعنويات؟ والله يزين ان شاء الله. ان شاء الله. يلا خلينا نروح للرول ويا ابو زينب ونشوف شو محضر لنا. ورد ليش تضحكين؟ تشتمتين بيها من مقدما يعني؟ لا رجل تسحق بالرول. تمام ابو زينب شلون معلوماتك بالجغرافيا؟ جغرافيا والله مشي. سؤالي جدا سهل. مشي. سؤالي جدا سهل. ان شاء الله. يقول كم يبلغ طول قناة السويس؟ وياك 20 ثانية فكر يا ابو زينب. طول قناة قناة السويس ايش قد يبلغ طولها؟
نو 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 سعدي سعدي ورد. نعتذر منك يا ابو زينب، انتهى الوقت ونتمنى من الكل يتصل ويريد يربح شويه يركز ويانه. اكيد انت ضحكي انت ما عليك ما عليك شيء يعني، فوزتي لك اول واحد تونستي. غير اكون بشوشه يعني، ما علي انه خسره واهلي بس لازم بشوشه يعني. انا ما قلت لك بشوشه بس انت تقصدين تضحكين يعني. لا لا انا بشوشه، انا هيك وجهي 24 ساعه يضحك يعني، مو قصدا بالعالم التخسر؟ لا لا ابدا يعني ما متقصده. عزيز شلون يجي؟ لا بالعكس، انا اتمنى كل يربحون، وجدا يعني اضوج من احد يخسر، لكن اني قالت لهم سابقا انه مشاركتهم تسعدنا. بس وخسارتهم؟ تحزني لكن انتظر اتصالهم مره زين. اذا تحزني ليش تضحكين؟ بعد البس اسود. تمام؟ اوكي خليني اشوف الاتصال وياك ايش راح اسوين؟ ناخذ اتصال ونقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، رمضان كريم. علينا عليكم. من وياي؟ محمد. محمد من وين؟ صلاح الدين. محمد مو أول مرة تشارك؟ لا هي رابع مرة. كلش حلو، ربحت ويانا بالمرات السابقة؟ لا لا. يلا إن شاء الله اليوم تربح ويانا، جاهز؟ والله إن شاء الله جاهز. يلا نشوف الرول شنو راح يختار. يلا يا رول، خليك لطيف. تاريخ. راح الولد. محمد شلونك بالتاريخ؟ تاريخ زين الحمد لله. يعني اسال براحتي؟ اسالي بس كل سؤال سهل. ان شاء الله. ان شاء الله السؤال سهل ويا ورد سؤال سهل. سؤالك يقول شو يقول؟ شو يقول؟ سؤالك يقول من هو الخليفة العباسي الذي في عهده دخل المغول إلى بغداد؟ من هو الخليفة؟ كلش معروف، من هو الخليفة العباسي اللي بعهده دخلوا المغول إلى بغداد؟ حلو. الخليفة العباسي منو؟ منو؟ نعم. هارون الرشيد؟ هارون الرشيد؟ لا لا لا، بعد بعد. للأسف يا محمد انتهى الوقت. بس من الولد، شنو بعد بعد تقولي له؟ كان أعطيتي حرف من اسم الخليفة. انت شنو تقول لي شغلات ما اعرف اجاوب عليها لانه هاي حضارتنا وتاريخنا يعني المفروض الكل يعرفه. الولد ما اعرفه، يجوز مداخل مدرسه مدارس. أيه مو شرط يتصل بينا مره اخرى ان شاء الله. يجوز ظروف الدنيا منسيته يربح مره. يعني مو شرط انه ما اعرف المعلومه انه هو ما يعرف كل شيء. لا انا ما دا اقول هيك شيء، لكن الاسئله اللي دا اسالها تخص العراق. ما طالعه ما رايحه بعيد، عرفها وما عرفها اكو مرات جايه ورمضان طويل ان شاء الله. فننتظر اتصالك مرة أخرى ومشاركتك وإن شاء الله تمام. تفوز. بسيطة بسيطة سهلة سهلة. ويانا اتصال آخر ونقول ألو صباح الخير. ألو صباح الخير. ألو ألو صباح الخير ورمضان كريم. يا ريت توطي صوت التلفزيون بالبداية حتى نسمعك واضح. ما ادري قبل شويه ولد هسه بني اعتقد. الو صباح الخير. صباح اعتقد واحد يشمر على ثاني الموبايل يعني خايفين من عندي من البدايه. مو؟ لا لا ان شاء الله ماكو خوف. ان شاء الله ماكو خوف. اول مره تشاركون؟ اي اول مره شاركون. منو حضرتك؟ الاء محمد. الاء، الاء من بغداد؟ لا انا من الديوانيه. من الديوانيه، يا اهلا بيك وباهالي الديوانيه اللي تخبل. الاء معلومات الزينه؟ ان شاء الله زين. زين منو بالبدايه حكى وراح؟ منو اللي بالبدايه حكى وياي وراح؟ هذا اخوي. اخوك. زين اذا فزتي هم تعطي شويه من الجائزه ولا لا؟ اذا فزت ان شاء الله. شويه هيك هلقد هلقد انطي. تمام ان شاء الله، بس المساعدة توردهم. مساعدة ورد؟ تريدين لون مساعدة مين عندي؟ لا اوكي انت ساعدنا عادي. اوكي راح اساعدك، بما انه انت طلبتي المساعده فاني ان شاء الله راح اساعدك. يلا روح للرول. يلا يا رول ان شاء الله شيء سهل. رياضه، شلون معلوماتك الرياضيه؟ صفر. صفر؟ سؤال، اخوك يلعب رياضه او يلعب كره قدم لو لا؟ لا ترى صغير. ها صغير. السؤال يقول اي شو يقول؟ شو يقول؟ انت شو ما قلتيها؟ شو يقول؟ ما حكايتك ما حكايتك.
أين بدأت كرة القدم أول مرة؟ وياش 20 ثانية فكري. وهي دولة أوروبية أكيد. أول حرف ألف. المصريين فراعنة وين؟ يا فراعنة، أنا أقول لك دولة أوروبية تقولي لي الفراعنة؟ لبنان. لبنان دولة أوروبية لبنان؟ انطوني انطوني 60 أذبح روحي. هاي ليش هيك؟ للأسف انتهت. شمع أنت فرحتي. لكن أنت ضحكتش لبنان ولا ضحك شنو ضحكت؟ لا على 60. لا أنا فد يوم انجلط من وراء هاي الأجوبة. وتعوف نقدم وحدي؟ يعني قلت لك أول مرة وين أول مرة بدأت كرة القدم؟ وقلت لك الدولة أوروبية، تقول لي لبنان وبيروت؟ يلا ناخذ اتصال اخر ونقول الو. عافيه روح انت باتصال. الو رمضان كريم. علينا عليكم. من وياي؟ زهراء جواد من الموصل. زهراء من الموصل، يا هلا بيك وبكل اهالي الموصل. زهراء اول مره تشاركينا؟ لا صاير اربع مرات تشاركوني. ولا مره ربحتي؟ تساعدوني ان شاء الله. ان شاء الله هالمره تربحين. اريد سؤال منكم مو من جروب، تقدري؟ سؤال بسيط. ما يصير يعني، لازم الرول هو اللي يختار لك حتى تربحين ويانا، وان شاء الله هالمره الرول يكون لطيف عليك ويختار لك شيء سهل. يلا نشوف الرول شنو راح يختار. يلا ان شاء الله. اذا فنية يختار فاني اسالها. يا سبحان الله. فنية. زهراء مو؟ اي نعم. نعم. زهراء تريدين انا اسالك لا وارد؟ كيفكم؟ لا انت اختاري، انا وياي الاسئله السهله. ما اعرف كيف. ورد اسالها انا؟ هي بكيفها، ما تريد يسال. اختاري. ساعديني. احنا نساعدك اثنيناتنا، لكن هو يقول لك منو تريدي يسالك؟ ورده. اي ورده، خليت فيدك ورده، يلا يا ورده. يا عمري. سؤالك يقول، بس ركزي وياي لان وياك 20 ثانيه تحلين بها السؤال، تمام؟ تمام. سؤالك يقول، شي يقول كم عدد السيمفونيات التي ألفها بيتهوفن؟ هو رقم مو كلش كبير، تمام؟ شنو؟ عدد السيمفونيات اللي ألفها بيتهوفن ايش قد؟ هو مو عدد كبير. 100. لا لا لا، 100 يتجاوز العشرة. 9. ايش قد؟ 9. ألف مبروك إلك. إجابتك صحيحة، ربحتي ويانا سفرة مقدمة من شركة سومر، عفوا قصر سومر. أريد هذا البوكر. شلون؟ أريد هذا مال البوكر. زهراء جدا نعتذر منك، كان بودنا يعني نقدم لك هاي الهدية، لكن هذا تسلسل ما نقدر نتجاوزه، لذلك. أنا ما أقدر أسافر. باعي زهراء. لا زين، اكو خيار آخر، تريدين نخلي اسمك بقرعة الذهب؟ لا ما اقدر يعني، اذا تقدرون هذا مال ذهب. ذهب ذهب مقدم من واثق خضر، قطعه ذهب حلوه تلبسيها. ما عندي حظاني عرفت لها. مو احنا ما نقدر يعني. شوف احنا راح نخلي اسمك بقرعه الذهب، ورمضان رمضان باقي ان شاء الله. اكيد. والاتصالات مفتوحه وتقدرين تتصلين باكر وتتصلين بينا. يلا انا تمنيت يعني انه سيدي هذا مال ذهب، بس ما بس اسمك الثلاثي شنو؟ زهراء شنو؟ زهراء جواد هيثم. الف مبروك لك يا زهراء. الف الف مبروك يا زهراء. نروح لاتصال اخر ونقول الو. صباح الخير. الف صباح. السلام عليكم. وعليكم السلام وصباح النور. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. صباح الخير، من ويانا؟ وشوية صوتك علي. غفران وياكم. يا هلا بغفران. غفران من بغداد؟ اي مشتاق همين، بس بس شنو؟ فزت وهمين، بس طلعت لي سفرة حولتها لاخويا. وهم اليوم ما تريدين سفرة؟ راح تحاولين هالمنو رابعة. ما اريد سفرة. ما تريدين سفرة. حلو. تمام. خلينا نروح للرول ونشوف ايش راح يسألك او وين راح يتوقف حتى نشوف سؤالك شنو. علوم. سؤالك يقول،
سمعيني؟ اي اسمعك. شنو؟ تسمعيني لو لا؟ غفران؟ اي غفران. غفران وين جاي تروحين انتي؟ غفران؟ غفران تسمعينه؟ موجودة. اي نعم اسمعك. جاي ثاني السؤال. شو تقول؟ يلا اسألها. غفران شايفة الفيل؟ أي. الفيل شايفته؟ شايفته مو؟ كم سن بفم الفيل؟ وياك 20 ثانية فكري. كم سن؟ غفران الفيل كم سن بحلقه؟ بفمه هو؟ اي فهمت السؤال لو اوضح لك اكثر حتى حلقي يعني بس انا مو فيل. نعتذر منك يا غفران انتهى الوقت واسفين جدا وسؤالك جدا بسيط يعني. طبعا المشكله اللي واجهت غفران انه هي منصه صوت التلفزيون لذلك نعم. نطلب من كل اللي يشاركونا يوطون صوت التلفزيون يسمعونه من سماعه الهاتف حتى يحصلون على وقت اكثر لحل السؤال. عافيه عليك صفق لي شكرا. وللجائزه اه اي والله شنو جائزتي؟ انا انطي جائزه. اه اوكي اوكي ورا البرنامج. اي ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو الو رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. صباح منو وياي؟ صلاح من صلاح الدين. صلاح من صلاح الدين يا هلا بيك يا صلاح، مو اول مره تشاركنا. لا ثالثة ان شاء الله. اعرفك اعرفك. صلاح ما ربحت ويانا بالمرات السابقه؟ ربحت مره. شلون ربحت مره؟ كل الزين وان شاء الله هالمره ايضا تربح. خلينا نشوف الرول شنو راح يختار لك هالمره. ان شاء الله. يلا يا رب السؤال سهل. جغرافيا. صلاح. نعم ماشي. طلع لك جغرافيا. صلاح اسالك اني لو ورد؟ لا اكيد ورد. ليش ذيك المرة منو سألك وربحت؟ أنا أكيد. منو اللي سألك ذيك المرة وربحت؟ ورد. ورد ربحت. متفائل بيه. بس باع هسه راح أسألك ورد وأنت راح تخسر، شنو رأيك؟ هو أنا متشائم من يا الله ثامر. شنو؟ شو تقول؟ متشائم من الجغرافيا. متشائم من الجغرافيا، أنا قلت لك خليها علي والسؤال سهل. وما اطلعك من خارطه العراق بس خلي تفيدك ورد. تمام؟ لا لا انا مو من فريقك ابد. روح انت ورد بالعافيه عليك. جاهز سؤالك يا صلاح؟ سؤالك يقول شو يقول؟ من هو اجمل المذنبات؟ من هو اجمل المذنبات؟ اي مذنب شنو اسمه؟ بس حبيت الحركه. هو مذنب. شلون؟ زحل؟ لا مذنب مو كوكب. مذنب هذا هذا اللي هيك يصير بالسماء. مو سوت لك هيك سوت لك هيك يعني. للاسف يا صلاح انتهى الوقت ويانا، نتمنى معاوده اتصالك مره اخرى ومشاركتنا وان شاء الله المرات الجايه تربح ويانا. صراحه عجبتني الحركه بس هاي لازم اوضح. لا وانت ذا هيك اثنين يعني مذنبين. لازم تقولي مذنب. لا مو هن مذنبات. اه هواية. ايه هواية. الله يستر. تمام ويانا اتصال اخر ونقول الو. صباح الخير ورمضان مبارك. الو هلا. الو صباح الخير. صباح الخيرات. صباح الخيرات هلا بيك. بس شوية الصوت علي. صباح الخيرات هلا بيك. هلا وعيني هلا ومرحبا هلا والله. من ويانا؟ زينب نعمة من بغداد. زينب؟ زينب نعمة من بغداد. زينب نعمة من بغداد. زينب أول مرة شاركين؟ إي إي. إن شاء الله تربحين وياي وبسرعة يا زينب. خلي نروح للرول ونشوف شو محضر لك. يلا يا رول. خليك حنين مع زينب أم صوت الحلو. تاريخ. زينب شلون معلوماتك بالتاريخ؟ يعني مو كلش. يعني مو كلش. إن شاء الله. ان شاء الله سهل السؤال. ان شاء الله. سؤالك يقول اي
ما هي المدينة التي يطلق عليها مدينة الشمس؟ مصر؟ لا، هي إيه دولة عربية، يعني المدينة عربية بس مو مصر. ما أعرف ما أخذيها هواية بالتاريخ. ما أخذيها هواية بالتاريخ. ما هي المدينة التي يطلق عليها مدينة الشمس؟ وياك عشري. الكويت. با للأسف انتهى الوقت وياك. ترى أنت خسرتيها. تامر أيضا. أنت خسرتيها. أنت خسرتيها. ليش؟ شوشتي على البنية. أنا ساعدتها بالعكس. أنا ردت أساعدها انتهى الوقت. لا، هو الاسم مذكور بالتاريخ. أي. وأنا درسته بالإعدادية. يجوز البنية ما رايحة للإعدادية. أنت العالم كلها عندك ما تدرس. لا يجوز، يعني الله أعلم يجوز. أقول لك يعني هسه أنت كل المعلومات اللي درستها بالإعدادية تتذكريها؟ أي، ومو كل العالم يعرفون طول قناة السويس. ها يعني تشمت بيها باعوها، تشمت بيها واسئلتها كلها صعبه، بس ما اعرف شلون يفوزون وياها الناس. ما ادري، ما ادري. بالعكس، ما دام يفوزون معناتها سهله. يلا عادي، راح ابقى ساكت واصير حباب وما احكي بعد. ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، رمضان كريم. رمضان كريم للجميع ان شاء الله. من وياي؟ ادريس عدنان من بغداد. ادريس، يا هلا بيك يا ادريس. اول مره تشاركنا؟ اكيد اول مره شاركينا. يا رب ان شاء الله من اول مره تربح ويانا. ان شاء الله دار ربح تريد سفره اذا بها مجال. نشوف التسلسل وتدلل ان شاء الله. جاهز؟ معلوماتك العامه زينه؟ زين ان شاء الله. انا احب رياضه وتاريخ. كل زين ان شاء الله. الرول يختار لك الرياضه او التاريخ. يلا ان شاء الله. عواصم ومدن. ايه، شلونك بالعواصم والمدن؟ نص ونص يعني. لا بأس لا بأس. يعني ايش قد تطير روحك نسبة مئوية؟ 50-60%. كل الزين، نسبة كلش حلوة. اي بس تكون دولة شوية قريبة يعني. دولة قريبة شوية، شوف لها دورة قريبة، يروح لها بكية. زين. ادريس. اي نعم. تعرف المكسيك؟ لا. المكسيك اي دولة لاتينية. من هي عاصمة المكسيك؟ هي عاصمة المكسيك؟ اي نعم، حتى ما تحتاج تفكير لانه قريبة من اسم الدولة. مكسيكو. الف مبروك لك يا ادريس، اجابتك صحيحة، عاصمة المكسيك هي مكسيكو. هاي المرة حركتش موافقة مع الايدين يعني. الف مبروك لك يا ادريس، لكن اعطينا بالبداية اسمك الثلاثي. ادريس عدنان رشيد. ادريس عدنان رشيد، الف الف مبروك، ربحت ويانا سفره مقدمه من قصر سومر للسياحه والسفر الى شمال عراقنا الحبيب، وان شاء الله يا ربي سفره سعيده وتروح وترجع بالسلامه. اكيد. روح الاتصال؟ اكيد. بس هالمره من يعني اخذ الاتصال انت سوي حركه بالكل متصل يفوز. لا انا ما راح احكي لان انا ما اعرف هاي الحركات. اساعد المتصلين اللي يجوك لا تقول لي يخسرون. هاي الحركات ما انا بسويها يعني. اتعلم. اي عافيه، اراد دخلي في الدوره. لا لا بعد ما احكي اني. صدق؟ والله انت تقول لي كل ما تقدرين. ما تقدرين. مو انا اساعدهم. لا انت ما تقدرين تسكتين، خصوصا بالاتصال مالتي. هالمره راح اسكت. خلينا نشوف. يلا صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، رمضان كريم، من ويانا؟ استاذ تامر، شلونك؟ صحتك؟ وياك ابو جاسم من الموصل. حياك الله ابو جاسم، اعتقد انت مشارك سابقا ويانا. يعني شاركت مرتين، انا اللي اديتك ابوذيه ذاك اليوم. اها، شكرا لك. وربحت ويانا ولا لا؟ والله مرتين الرول يجي على الجغرافيا، يعني هي اكثر ماده انا كنت ضعيف فيها. نعم؟ اقول مرتين اشارك والرول يجيني على الجغرافيا، والجغرافيا شويه معلوماتي مو حيل قويه بيها. ان شاء الله مو بالجغرافيا، ان شاء الله اليوم ما يروح على الجغرافيا. يلا نروح للرول ويا ابو جاسم ونشوف وين راح يوقف. العفو، قبل الرول اريد اذا ممكن هم اهديك ابوذيه يعني. بس مو هسه الابوذيه، خلينا نشوف الرول. وين ربحك بالسؤال؟ اذا ربحت سمعنا الابوذيه، اذا ما ربحت لا سمعنا الابوذيه. تمام؟ ان شاء الله. يلا يا رول، خلينا نروح ويا ابو جاسم ويا ورد، ان شاء الله ورد تساعدنا شويه. يلا ورد روح يا رول. يلا ورد خطي يا ابو جاسم. من غير كلام؟ علوم، شلون معلوماتك العلميه؟ والله ان شاء الله زينه. زينة. طائر النعام تعرفه؟ نعم. طائر النعام. لا. تعرفه؟ أو النعامة؟ أعرفه.
نعم. كم مرة يبيض بالشهر؟ وياك 20 ثانية. فكر فكر فكر. ثلاث مرات. نبهوا عليه. ثلاث مرات. ما ادري انت شوف الاشارات مال ورد انت على ضوءها تجاوب. انا ما داعي اشوف. وياك 20 ثانية. مو يم التلفزيون بصراحة، مو يم التلفزيون. نعم؟ مو يم التلفزيون. مو يم التلفزيون. نعتذر منك يا ابو جاسم، انتهى الوقت وان شاء الله شاركنا مرة أخرى وتربح ويانا وتشغل التلفزيون حتى تشوف ورد شو يسوي على ضوء الحركة تفوز. شوف لي انه فاتح التلفزيون خسر. لو فاتح التلفزيون وشايف الحركات حذبها براس التلفزيون. لا براس الحركات انت حركاتك تربح. ما تحرك. لا سويتي هيك. اي سكتت؟ يجوز خمس مرات تبيض او اربع مرات تبيض. لا قلت لك حسكت. لا عاد هاي عشرة. خمسة وخمسة. ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو. الو رمضان كريم. علينا وعليكم. على الجميع يا رب. من وياي؟ معتز علي. حسين علي من وين؟ معتز علي. معتز علي. معتز علي من وين؟ من بغداد. معتز صديق البرنامج انت صرت. معتز انت ما قال لنا ولا مره ايش قد عمرك؟ 13. 13؟ نعم. العمر كله يا رب. احكي ويا معتز شويه. استحجوا. معتز طبعا اني يعني كلش يعني متفائل بالحظ اللي عندك، يعني اكو ناس من بدا البرنامج لحد هذا اليوم ما محصلتنا. صحيح. وانت يوميا تحصلنا. ارد احسدك. اي بس شو يعني فاز؟ ما فزت. ما فزت ولا ولا مره فزت؟ ولا مره. ان شاء الله ورد تفوزك. ان شاء الله. بس هاي المره اني راح اسالك. انا راح ابو ثامر راح يسالك. بقى معتز انا راح اسالك واخليك تروح للسفره وروح انا وياك حتى للسفره. يلا ان شاء الله. يلا شوف الرول شنو راح يختار لك يا معتز. يلا. يا رول صار زين ويا معتز. رياضه. رياضه. معتز تشوف رياضه؟ شوي. تتابع كرة قدم او رياضة مفضلة عندك؟ اي. تحب الكرة قدم؟ اي. يلا هسه عمو ثامر راح يسالك بكره القدم. عمو ثامر اللطيف الحباب. معتز. يلا ان شاء الله. معتز. معتز. نعم. منو يمك يساعدك؟ اكيد ماما وبابا مو؟ اي اهلي كلهم موجودين. مره من المرات بكاس العالم في احدى السنوات مطرت الدنيا. ووقفوا اللعب. اي. بيا سنه وبين يا فريقين. بسرعه افكر وياك 20 ثانيه. شوف السؤال شلون سهل؟ صعب. لا والله سهل، كل هالعالم تعرفه يا معود معتز. صعب. يلا فكر معتز. اسال ماما بابا. اسال ماما وبابا. ماما وبابا ما يساعدونك ابد. نعم؟ 193. شنو؟ شنو؟ فلسطين؟ 193. نعتذر منك يا معتز انتهى الوقت، وانت حظك حلو بالاتصالات معتز، ابقى خابر وان شاء الله تربح. ان شاء الله. بس السؤال طبعا سهل بس ما عرفت ليش. ربنا على الظالم. الظالم؟ يعني انا ظالم؟ اخذ اتصال. ايش تشمتين بي والناس طلعوا عليك بالشاشه؟ على فكره هذا اتصالي وانت خسرتي. هو انت مو قلتي له عمو ثامر وعمو ثامر؟ انا تنازلت، انا صوتي. روح للاتصال وان شاء الله عمو ثامر يفوزكم اليوم. الو صباح الخير. الو صباح النور. من ويانا؟ جلال من بغداد. جلال من بغداد. جلال راح اروح للرول ووقف يم الرول حتى يفوزك. اي يلا. جلال اول مره تتصل بينا؟ اي اول مره. شلون معلوماتك؟ والله زين الحمد لله ان شاء الله. ان شاء الله زينه. يلا يا رول خليك حباب ويا جلال. الله يسلمك. جغرافيا. شلون معلوماتك بالجغرافيا يا جلال؟ نص ونص. راح اسالك سؤال سهل ترى جلال. تفضل. وانا تعنيت وجلست يوم الرول بسببك حتى فوزك. رحم الله والديك. رحم الله والديك. سؤالي يقول. اي. ما هي الآلة التي يتم استعمالها في دراسة أحوال النجوم؟ السؤال سهل. اكو آلة يستخدموها بدراسة أحوال النجوم والكواكب وهاي الشغلات. النابور.
هي نوعية من الناظور، بس شنو اسمها؟ الناظور بس أنا شلون يعني أبقى واقف أرجع؟ لا أكيد ترجع. فرحتي؟ لا ما أفرح. ما أعرف بعد، أنا ما بعد يعني ما أستحمل. أنا لازم أفوز. جداً 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 حزينة. على جلال وعلي. لا على جلال طبعاً، ليش أحزن عليك؟ العدواني. يعني هذا كل الجهد والتعب وياهم وجاي أسألهم أسئلة بسيطة وما يجاوبون وتقولي لي مو حزينة عليك؟ قلبك قاسي اليوم. قاسي جداً. ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، رمضان كريم. علينا عليكم إن شاء الله. من وياي؟ علي من برقة. يا هلا بيك يا علي. علي أول مرة تشاركنا؟ لا والله شاركت وخسرت، أريد السفر أبقى أشتركنا نهاية رمضان. ولا مرة ربحان ويانا؟ لا والله شاركت مرتين وخسرت. يلا إن شاء الله هالمرة تربح ويانا. مجهز معلوماتك؟ إن شاء الله جاهز. يلا نشوف الرول شنو راح يختار. يلا يا رول. الرول اختار لك تاريخ. ما حبيته كلش. يلا ما يخالف. ايش قد تعطي نفسك نسبه بالتاريخ؟ والله اذا قلت انا بحياتي ماخذ 1% كله. زين هاي الدرجه اللي اخذتها على يا سؤال. على اسمه على اسمه. على جنكيز خان. هاي تواجد ومعارك ما تصير. طيب جاهز لسؤالك؟ جاهز. سؤالك جدا بسيط وسهل لكن يحتاج تركيز. ان شاء الله. من الذي قام بتأسيس المملكة العربية السعودية؟ يا ملك. تأسيس المملكة العربية السعودية. نعم. أفكر بيه. الملك منو؟ شو اسمه؟ ملك غازي. ملك غازي؟ لا. غازي؟ يا ظالم النفس. ملك عبد العزيز؟ واللي يقول لك مبروك. الوي قلبي. ألف مبروك إلك، إجابتك صحيحة. ربحت ويانا بدخول اسمك إلى قرعة الذهب الأسبوعية المقدمة من مجوهرات واثق خضر. أنا أدق وأنا على السفرة. شلون؟ أنا أريد أجي السفرة وما أريد حتى الذهب. إحنا نعتذر جدا منك، لكن هذا التسلسل ما نقدر نمشي على غيره، لكن تقدر تتصل بينا بالأيام الجاية وتشاركنا وإن شاء الله تربح بالسفرة، لكن نطلب منك اسمك الثلاثي. علي محسن هادي. علي محسن هادي من بغداد، ألف مبروك إلك يا علي. ألف ألف مبروك إلك يا علي، دخل اسمك بقرعة الذهب اللي يتم السحب عليها كل يوم جمعة بشهر رمضان، والجائزة أكيد مقدمة من مجوهرات واثق خضر. ونروح لاتصال آخر ونقول صباح الخير. صباح النور. رمضان كريم. علينا وعليكم شافة. من ويانا؟ سهيلة نجم. سهيلة؟ اي سهيلة. سهيلة انتي اتصلتي بينا البارحة؟ لا لا اول مرة اتصل. اول مرة تتصل. ما ادري الاسم اني يعني جاي. البارحة كانت جهينة وانت سمعت سهيلة. يلا ها طلعتي يعني طلعتيني ما اسمع هسه. لا لا بس قصدك انه انا اطرش. عفوا ما دا اقول هيك والله بس هاي اللي ذاناتكم الاذن يعني ما اسمع. سمعت غلط، هي البنية اسمها جهينة. دائما طلعيني بالموزين يعني بالوجه لازم تصخر. يلا نشوف سهيلة. سهيلة رمضان كريم وصباح الخير. صباح الانوار. بما انه اول مره انت متصله فاريد اسال السؤال، اكو احد يمك يساعدك لو لا؟ بناتي. بناتك الله يحفظهم ان شاء الله. تمام يلا نروح للرول ونشوف وين راح يتوقف وياك يا سهيلة. يلا يا رول. على كيف يا رول ويا سهيلة. علوم، شلون معلوماتك بالعلوم؟ زين يعني نص ونص. طبعا دائما اللي يقولون نص ونص هم يربحون. ان شاء الله. فان شاء الله انت ربحانه ويانا بالعلوم. ويا ثامر بالتحديد. زين ورد برايك انه راح سؤالي تجاوب عليه لو لا؟ ان شاء الله تجاوب عليه. ان شاء الله تجاوبين عليه. سؤالي يقول ياس السهيلة، الشبوط نوع من أنواع الحيوانات شنو؟ شنو نوعه؟ وياك 20 ثانية فكري يا سهيلة. من الأسماك؟ نعم؟ من الأسماك؟ ما
تقول لك نوع من انواع الاسماك. نوع من انواع الاسماك متاكده؟ اي اي طبعا. الف 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 مبروك يا سهيله، ربحت ويانا خلطه هدى يوسف مع صابونه مقدمه من كوزمتك. هدى يوسف الف مبروك. بس اسمك شو الثلاثي؟ ها؟ اسمك شو الثلاثي؟ اسمك شو الثلاثي؟ سهيله شنو؟ سهيله نجم عبد الله. نجم عبد الله من بغداد؟ الف مبروك لك يا سهيله. الله يبارك فيك. الف مبروك. الحمد لله. من الديوانية؟ اي من الديوانية. تنورين، نورتينا، والف مبروك لفوزك بالجائزة. أكيد. الحمد لله فازت. الحمد لله. الحمد لله. لأن ما حكيتي طبعا. الحمد لله. يعني صح انه انت سبب خسارة المتصلين اللي وياي. الحمد لله. هاي أربعة بعد العدل أو خمسة بعد العدل. الحمد لله. تمام. ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، رمضان كريم. علينا وعليكم. منو وياي؟ حسن عطان هادي. منو؟ حسن عطان هادي. حسن؟ إيه. حسن من وين؟ من بغداد. يا هلا بيك يا حسن. حسن أول مرة تشاركنا؟ إيه أول مرة. حسن شلون معلوماتك؟ زينة. زينة لو زوينة؟ لا زينة. يلا يا حسن نشوف الرول شنو راح يختار لك. فنية. شلونك بالاخبار الفنية يا حسن؟ يعني نص نص. زين حسن شنو رايك عمو ثامر يسالك؟ يلا كيف. يلا ثامر. حسن اكو سالتي اكو احد يمك يساعدك؟ اكو احد يمك يساعدك حسن؟ اي اكو اكو. كل الزين. سابقا يعني بالتسعينات ايه كانوا عندنا فنانين مطربين ثنائي يعني ولد وبنيه يغنون سوا دائما. تمام؟ ايه هم اثنين يعني اكو ولد وبنيه واكو ولد وبنيه. تمام؟ ايه شنو اسمائهم؟ وكل واحد اريد لهم اغنيه. دويتو. تمام؟ وياك 20 ثانية فكر. يارا وفاضل شاكر. بالتسعين، بالتسعين مو بالألفين. يارا وفاضل شاكر هذول أنا قلت لك عراقيين مو لبنانيين يا معود. بالعراق. أكو ثنائيات عندنا كانوا اثنين. أكو إخوان، أكو إخوان. طبعاً السؤال جداً سهل. لا وتبسطت الهيا جداً. وليش ليش ليش يا جارة تردين الزيارة يعني أحد أغانيهم هذا السؤال يعني الجواب. يلا إن شاء الله المرة الجاية يربحون. لا بصراحة. لأنه لا مو معرفتهم بس أنا ما متابعة أغاني التسعينات. بس معروفين جداً يعني أكو ثنائي. ما أعرفهم بس أكيد الأهل يعرفوهم. أكو ثنائي لحد الآن موجودين لكن هم شوية ابتعدوا عن الساحة الفنية. أعتقد بسبب كبر سنهم أو هيك شيء. صحيح. لكن هم أسماء لامعة وموجودين والناس تعرفهم يعني مو جيلنا اللي شوية أكبر من عندنا كانوا يسمعوهم. صحيح. يلا ناخذ اتصال آخر ونقول ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، رمضان كريم. من وياي؟ جنة علي هادي من بغداد. جنة؟ اي نعم. جنة يا هلا بيش، نورتينا اليوم بالبرنامج، أول مرة تشاركين؟ والله شاركتي وخسرت. شاركتي وخسرتي؟ اي نعم. ان شاء الله هالمره تربحين ويانا. ان شاء الله. جنى مجهزه معلوماتك؟ ايه. يلا نشوف الرول شنو راح يختار لك. يلا بسم الله. هم كلهم اللي وياك يفوزون الحمد لله. ان شاء الله يفوزون. جنى جنى جنى. اكمل المثل. انا هالفقره جدا 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 احبها. لا مو انت محبوبه. وفقراتك محبوبة. شكراً. وأسئلتك لطيفة مثلك وأناقة ويعني جمال وترافة وطيبة يعني كلك على بعض كلك على بعضك حلو. عجيب. نزل علي روحك. لا بس هاي صراحة. لا صراحة. طيب. دعينا من المزاح. لا بس هاي صراحة. إنه جنة. شكرا يعني زين بس شكرا. لا ذوقك أنت الجميل وأنت الجميل وأنت الراقي بس جنة دلت أنت. تمام يلا روح جنة. زين جنة بما إنه طلع لك أكمل المثل. فثامر عنده امثال جدا سهله وجدا حلوه راح يسالك اياها.
زين ليش انت بس اليها يعني؟ لا مو انا سامعه رساله كلش حلوه ومعروفه. انقطع الاتصال؟ اذا انقطع الاتصال لا يعني فاي نعتذر منك يا جنه. بتجنى اذا رجعتي اتصلتي الحين اذا حصل ما راح رأسة نسالش بالمثل تمام؟ وعد. اي اكيد. نوعدك اذا اتصلتي فاحنا نسالش رأسة بالمثل. صحيح. يعني ما نروح للرول. بعدين زعلنا على الرول. روح لاتصال اخر ونقول الو صباح الخير. الو. الو صباح الخير. من ويانا؟ بسام من الانبار. بسام؟ بسام. بسام من الانبار. نعم. بسام انت فايز ويانا؟ لا اول مره شارك. اها اول مره شارك. نعم. بسام انت بسام من بدايه المباراة دبل هسه ما حصلت. حلو عافية عليك، اهم شيء انه حصلتنا وان شاء الله تفوز ويانا ويلا يا رول ويا بسام استعجل. سؤال بسيط حتى ورد اسالك. فنية. تريد انا اسالك بسام لو ورد؟ والله كيفك يعني. اهم شيء سؤال بسيط. اهم شيء تفوز، تدري شو اريد من عندك؟ نعم. اريدك تعدد لي اربع اغاني لرياض احمد. أربع أغاني للراحل رياض أحمد. بصراحة يعني ما حافظ ولا أغنية. ما حافظ ولا يعني ما تعرف ولا اسم أغانية كلش. حتى لو بس الأسماء مال الأغاني. والله ما أعرف. ترى سهلات. يعني أبسط سؤال أعطيتك إياه. يلا. ترى سهل السؤال. فشلتنا يا ابن الأنبار، فشلتنا والله. للأسف انتهى وقتك ويانا، لكن نتمنى معاولة اتصالك وإن شاء الله إن شاء الله عفوا حظ أوفر إليك. زين ورد أريدش عديدي لي أربع أسماء أو أربع أغاني رياض أحمد. من تزعل كلش أحبها. إي. وأنا ما أعرف أسمائهن بس هيك مقاطع يعني بس ايه؟ إحنا يعني يلا هسه من تزعل مرة واحدة. ورا البرنامج أعدد لك إياها عندنا اتصالات. أعدد لك إياها من تزعل مرة ومرة. ردتك تمر؟ هي من تزعل وردتك تمر، طيب ياك. طيب ناخذ اتصال اخر ونقول الو. رمضان كريم. الو رمضان كريم. علينا وعليكم ان شاء الله. منو وياي؟ مريم جمعه من بغداد. منو؟ مريم جمعه من بغداد. مريم. يا هلا بيك يا مريم، مريم اول مره تشاركين؟ اول مره اشارك، صار لي 4 أيام ادري عليكم وهسه حصلت. كل الزين ان شاء الله تربحين هاي المره. شلون؟ حقك ايديها طاحت. سلامة ايديك. سلامة ايدك عزيزتي، ان شاء الله هالمره تربحين ويانا. جاهزه؟ ان شاء الله. معلوماتك قويه؟ لا ماشي بس يعني شوي بنسل العلميه. بالعلميه كل الزين، يلا نشوف الرول شنو راح يختار لك. ان شاء الله خير. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا رول. يا الله. يلا يا رول. رياضة. شلونش بالرياضة؟ كل شيء ماكو. كل شيء معروف. أبد أبد. لا أبد ممكن. زين ماكو ولد يمك يساعدك؟ ما حد يمي، لا بس أنا. للأسف، يلا إن شاء الله يطلع السؤال سهل. إن شاء الله. نسأل؟ شوية ساعديني. ساعديها الله عليك ورد. من عيوني. الخاطري ورد ساعديها. سأل عيوني حبيبي. سؤالك سهل لكن بس ركزي وياي شوية. أي. السؤال يقول كم هي المدة التي بعدها تقام بطولة كأس العالم في كرة القدم؟ كلش قد تقام لعبة كأس العالم كلش قد؟ 4 سنوات إن شاء الله. ألف ألف مبروك إلك يا مريم، إجابتك الصحيحة هي 4 سنوات. ألف مبروك. مريم أعطينا اسمك الثلاثي. الله يعافيك. إن شاء الله أكون أحد منك. للأسف لا، لكن عاودوا الاتصال مرة أخرى، لكن قبلها أعطينا اسمك الثلاثي. تمام، مريم جمعة كريم. ألف مبروك إلك يا مريم. الله يبارك فيك الله يعافيك. مريم انت ربحت ويانا جائزه مقدمه من قصر سومر للسياحه والسفر، الف مبروك الجائزه عليك ويا ربي سفره سعيده وتروحين ترجعين بالسلامه ان شاء الله.
ويانا اتصال ونقول صباح الخير ورمضان كريم. صباح الخير. رمضان كريم. علينا وعليكم. على الجميع ان شاء الله. من ويانا؟ محمد من بغداد. محمد من بغداد. محمد. نعم. معلوماتك هم نص ونص؟ ايه يعني نص ونص. ها. زين وين معلوماتك مفاولة؟ بيا مجال مفاولة معلوماتك؟ اعطينا مثل اي شيء. ها مثل تركضون عن مثل. مو اذا اعطيك ايه. مثل وما تحله انا اخذ منك جائزة اريد. تمام يلا خلي نروح ويا الرول ونشوف شو محضر لمحمد. جغرافيا. شلون معلوماتك بالجغرافيا يا محمد؟ والله زوينة. زوينة لو زينة؟ زوينة. زوينة. سؤالي يقول ما هو بحر الظلمات؟ بحر الظلمات؟ فكر 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 ومعك 20 ثانية. ثانية ولا ثانية؟ ثانية. معك 20 ثانية. البحر المحيط الأخضر؟ لا هو مو بحر. بحر لا شنو؟ هو محيط. يلا محيط الأطلسي. ألف 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 مبروك إلك. الله يبارك. ربحت ويانا خلطة هدى يوسف مع صابونة. ألف مبروك. بس اسمك الثلاثي؟ محمد الصغير عبد. من بغداد؟ نعم. ألف مبروك. ألف مبروك إلك. إلك. ما تصير غير جائزة بدالها؟ لا يا محمد، لكن أنت تقدر تتصل بينا اليوم. أكيد. باكر بعد باكر لحد العيد إحنا متواجدين ويانا، وجوائزنا مستمرة من قصر سومر للسياحة والسفر، وكذلك من كوزمتك هدى يوسف، ومن واثق خضر للمجوهرات. أكيد. شكراً لك وألف مبروك. ناخذ اتصال آخر ونقول ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم. الله أكرم. من وياي؟ عبد الله من بغداد. يا هلا بيك يا عبد الله. عبد الله اول مره تشاركنا؟ لا مره ثانيه. وربحت ويانا لو لا؟ ربحتي. الف مبروك لك وان شاء الله هالمره تربح مره اخرى. يلا جاهز للرول؟ ان شاء الله جاهز. يلا نشوف الرول شنو راح يختار. علوم. شلونك بالعلوم يا عبد الله؟ والله زين يعني. يعني اسال؟ اسالي؟ اسال حتى اسالي حتى انا اساعده. يلا. عبد الله سؤالك يقول. شو يقول؟ سؤالك يقول. شو يقول؟ ماذا ابتكر توماس اديسون؟ عالم اسمه توماس اديسون، هذا العالم شلون اشتهر وش ابتكر؟ شو ابتكر؟ شو ابتكر؟ هو عنده ابتكار يقول لك الكهرباء. شلون؟ التصوير السينمائي. لا للاسف يا عبد الله انتهى الوقت ويانا. نتمنى معاوله اتصالك مره اخرى وحظ اوفر. انا ردت اقول انه دائما اللي اسمهم عبد الله يكونون شطار واذكياء. صحيح. بس الظاهر عبد الله ما مركز كان ويانا او ما فاطر زين او منتظر السحور ومتاخرين عليه شويه. فننتظر معاوده اتصالك مره ثانيه يا عبد الله ونروح للاتصال ونقول رمضان كريم. صباح الخير وفنك تربح. صباح الخير وياي. الو صباح الخير. صباح الخير عبد الله. من ويانا؟ صلاح. صلاح وياك. صلاح من صلاح الدين؟ اي نعم. هو فاز صلاح ويانا قبل شوي ولا لا؟ لا لا. صلاح نروح للرول بسرعة. يا الله. يلا يا رول شوية دير بالك على صلاح، يعني الولد أكثر من مرة اتصل وخسر. أوكي. تاريخ. شلونك بالتاريخ يا صلاح من صلاح الدين؟ جيد إن شاء الله. زين؟ إن شاء الله زين. سؤالي يقول ما هي المدينة التي يطلق عليها مدينة الشمس؟ وياك 20 ثانية وفكر. يلا يا صلاح. يلا يا صلاح. يلا يا صلاح. سؤالك جدا سهل وبسيط وكلمة هالقد الجواب. مدينة عراقية؟ لا لكن عربية. بس هي عربية. بس حكيت انت الوقت. انتهى الوقت. مو هو قال عراقية حبيت اساعده اقول له لا عربية. انت بدي تساعد. يعني انا ما اقدر اقول له يعني ما اعرف مثلا اقول.
الثاني ثقيل بخلل اكو حلقي مثلا يساعدهم؟ بس اسال احد وتحكي هيك اي مجرد حكايه حتى ذا الولد يا اما يسال اجابه يا اما ينتهي الوقت يجي بسرعه خلاص شو نسوي؟ ناخذ اتصال اخر ونقول الو يلا خيرها بغيرها الو السلام عليكم وعليكم السلام رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله من وياي؟ وياك علي من بغداد يا هلا بيك يا علي علي شاركت مو؟ لا على اول مره انا اشارك اها اول مره تشارك حلو علي جاهز؟ ان شاء الله عندك معلومات كافيه للرول؟ اذا اراد الله ان شاء الله يلا نشوف الرول شنو راح يختار ان شاء الله يلا يا رول والرول اختار المعلومات الفنية شلونك بالفن؟ يعني أسئلة آني؟ شنو رأيك يسألك ثامر لو آني؟ ثامر حسين عامر بس حبيبي أسئلك آني ولا لا؟ لو تريد وارد أسألك راح اسالك اني منو تسمع من المطربين؟ ما اسمع مطربين هاي شنو؟ زين الافلام تتابع افلام الابيض واسود ولا الافلام العربيه الحديثه؟ والله سامر ما اعرف اشوف خلينا نشوف حظنا شو تقول شو السؤال اللي يجينا يلا نشوف السؤال اللي راح يختار لك اياه ثامر وان شاء الله تقدر تجاوب تمام يلا شو نسوي؟ السؤال اللي وياي يقول شو يقول؟ شو يقول؟ السؤال اللي وياي يقول في أول سنة بلش تامر حسني بأول فيلم للأسف انتهى عذرا انقطع الاتصال ويانا نتمنى معاودة اتصالك مرة أخرى بس ما أعرف أكو خلل الظاهر أكو بالشبكة صحيح يعني ناخذ اتصال اخر ونقول الو عليكم الو السلام عليكم الو رمضان كريم الله اكرم على الجميع ان شاء الله منو وياي؟ معكم ريام عبد الصادق الميسان منو؟ ريام ريام يا هلا بيك يا ريام، ريام من وين؟ من ميسان من ميسان؟ نعم يا هلا بيك نورتينا اكيد اليوم بالبرنامج، أول مرة تشاركينا؟ لا قبل كثير شاركت بس وربحتي ويانا لو لا؟ اي نعم بس انا ما مسلمت اقدر اتحدث يعني عن جائزه استلامها يصير احد من اقاربي يعني يستلمها او تقول جنسي عادي؟ تخلين اقاربك يستلمون الجائزه بمكانك؟ اي نعم يعني جنسي ايش موديها وياهم؟ عذرا الكنترول يعني هل هذا مسموح؟ شنو؟ اي نعم مسموح تقدرين تبعثين اي احد من اقاربك يستلم الهديه بمكانك. تمام. تشاركينا؟ ماشي. يلا بس عذرا المفروض يعني لازم انه من احد من اقاربك يجيب ويا الجنسيه الخاصه بك تمام يلا نروح للرول ونشوف شنو راح يختار لك هالمره رياضه نعم شلونك بالرياضه يا ريام لا تمام بالرياضه تمام سؤالك يقول شو يقول من هو شيخ لاعبي التنس؟ رافائيل نادال شلون؟ روجر فيدرر ان شاء الله عذرا شنو بتقولين؟ بس سؤال من هو شيخ لاعبي التنس؟ من هو؟ هو مكسيكي، من هو؟ للأسف في يا ريام انتهى الوقت ويانا لكن نتمنى معاودة اتصالك مرة أخرى ومشاركتنا وإن شاء الله حظ أوفر بالمرات الجاية. ورد شنو رأيك نروح فاصل؟ يلا. مخرجنا نروح فاصل؟ أكيد. حتى الناس ترجع شوية تراجع معلوماتها شوية؟ نعم؟ نروح الاتصال وبعد هذا الاتصال فاصل؟ تمام يلا ألو صباح الخير ورمضان صباح كريم. صباح النور. من ويانا؟ علينا وعليكم. على الجميع من ويانا؟ عبد الله من بغداد عبد الله من بغداد عبد الله اول مره شارك اي والله اول مره يلا نروح للرول بسرعه ويا عبد الله ونشوف شو محضر له من سؤال يلا علوم
اسئلتي بالعلوم جدا سهله. واو واو يعني سهله ولا لا؟ واو واو. عبد الله انت بياصف؟ بياصف والله ثالث متوسط. ثالث متوسط. ايه اسئله سؤال يخص الانسان اكيد. ايه اريد لا ما راح اسئله سؤال يخص الانسان ما طول. قلت لي اكيد لان خاف الولد يخسر. اريد تعدد لي اربع حيوانات لا فقريه ويانا. ويانا شنو وياك؟ ايه ايه ويا. نعم تعبون. نعم الثعبان. اي والضفدع. اي والسلطعون والفراشة. لا الثالث شنو الثالث؟ سلطعون قارت. لا عنده يعني واحد غلط. هو قارت لا فصح بس واحد غلط سمعته يعني سمعته. تمام نعتذر منك يا عبد الله وروح لفاصل وراجعين. واكيد رجعنا ومتواصلين وياكم بفنك تربح ونمسي ونصبح على كل من جاي يتابعنا من خلال شاشه دبليو تي في وطن وكذلك البث المباشر على الفيسبوك. وروح الاتصال وياك. اكيد ناخذ اتصال ونقول الو. الو الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم. رمضان كريم عليكم. من وياي؟ يسرى نعيم فاضل. يسرى وياك. يسرى من وين؟ يسرى حدين. من صلاح الدين. يا هلا بيك يا يسرى. يسرى اول مره تشاركينه؟ والله هاي ثاني مره بس خسرت وياكم. ما ربحتي ولا مره؟ لا والله حرام. يلا ان شاء الله هالمره تربحين ويانا. خلينا نشوف الرول شنو راح يختار. ان شاء الله. يلا الرول اختار لك عواصم ومدن. يسرى شلونك بالعواصم والمدن؟ الحمد لله وشكرا زينة يعني. يسرى سؤالك جدا بسيط. ركزي وياي وياك 20 ثانية حتى تحلين السؤال تمام؟ وياك وياك. سؤالك يقول ما اسم الدولة التي يقع فيها برج خليفة؟ دبي؟ لا ترى سهل. لا بصفها. الإمارات. صحيح يا يسرى اجابتك الصحيحة. الف الف مبروك الك. ربحتي ويانا باكج اللي يحتوي على صابونة وخلطة للوجه من كوزمتك هدى يوسف. بس اسمك الثلاثي؟ شكرا لكم. يسرى نعيم فاضل. يسرى نعيم فاضل من صلاح الدين. من صلاح الدين يا يسرى؟ اعتقد صلاح الدين. يسرى تسمعينا؟ للاسف انقطع الاتصال. نروح من يسرى لاتصال اخر ونقول الو. صباح الخير. شوف هذا نص صوتي. صباح الخير ورمضان كريم. ومن ويانا؟ اجمعين. ادريس هادي محمود. من ويانا؟ ادريس هادي محمود. ادريس مره اخرى تتصل مو؟ لا لا هاي اول مره. مقابل شوي هم ادريس. انتوا اخوان؟ توم؟ هادي يعني. ها؟ انا ادريس هادي. وذاك من... زين انت متابع الحلقه ذاك ادريس شو اسمه ابوه؟ ما طلع يعني اسم ابوي ادريس هادي محمود. هذه اول مره اتصل. تمام يا ادريس. ادريس معلوماتك زينه ان شاء الله. تمام يلا خلينا نروح للرول ونشوف ادريس وين راح يروح ويا الرول. يلا يا رول. ماشي. فنيه شلون معلوماتك الفنيه؟ والله زينه ان شاء الله. زينه لو زوينه؟ لا زينة 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 زينة. راح أسأله. نعم. راح أسألك عن المسرحيات العراقية القديمة. اسأل. أريد خمس نجوم مسرح معروفين بالكوميديا يعني الكوميديا والتراتيجي. من هم؟ عدد لي خمس أسماء. خمس أسماء. ترى سهلين وهواية هم. هواية هواية ترى. معروفين شنو يعني؟ معروفين بالدراما او بالمسرح بالفكاهه والكوميديا العراقيه. صحيح. هم قدماء. اكو ناس منهم توفوا واكو ناس بعدهم على قيد الحياه. شو اسال انا اسئله سهله ما حد يحلها. هو من ضمنهم واحد يقول لك ابني. اي
هي غرام انت اخذها. طبعا انا شو اسئلتي سهله ما حد يجاوب عليها ليش؟ ما ادري ما ادري اللي يتصلون بينا شطار يعني هاي الاسئله السهله ما يهتموا لها يعني يعني معلوماتهم اقوى. النوم يجوز. لا يا نوم منو اكو واحد ينام برمضان؟ يجوز. ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو صارت عركه على الاتصال على الشاورد. الو واحد انكتل. الو الو نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم. رمضان كريم ان شاء الله عليكم وعلى الجميع ان شاء الله. على الجميع يا رب. من وياي؟ علي جمعه من بغداد. يا هلا بيك يا علي. علي اول مره تشاركنا؟ اي اول مره ان شاء الله. شلونها معلوماتك العامه؟ والله ان شاء الله خير. جاهز للرول؟ ان شاء الله بس كل مساعدتكم. اكيد نساعدك وتتدلل. يلا نشوف الرول شنو راح يختار لك. يلا يا رول. تاريخ. علي شلونك بالتاريخ؟ والله نص ونص ان شاء الله خير. يلا ان شاء الله خير يا رب وان شاء الله السؤال يطلع سهل. اي والله ان شاء الله. سؤالك يقول اين صدر اول طابع بريدي بالعالم؟ سؤال صعب. بالعكس جدا سهل. هي دولة ملكية وكل شيء صار بيها لأول مرة ملكي. نقول بريطانيا؟ لا لخة. دولة أوروبية؟ اي نعم. إيطاليا؟ لا بعد. فرنسا؟ لا. انتهى الوقت للأسف يا علي. نتمنى مشاركتك مرة أخرى. طبعا الدول اللي قالها هي دول يعني هم نفس اللي أنا ردس يعني شلون النمط اللي حكيته إن هي ملكية ودول قريبة. أي لكن فقط هي دولة واحدة ما قالها للأسف اللي هي هاي نفسها اللي اخترعت. حظ أوفر إن شاء الله. أكيد. نروح لاتصال آخر ونقول صباح الخير. صباح النور. من ويانا؟ نور حازم. نعم؟ نور حازم من بغداد. نور هادي. حازم لو هادي؟ حازم. حازم. نور حازم من بغداد صباح الخير ورمضان كريم عليك وعلى العائلة الكريمة. علينا وعليكم. شلون معلوماتي زينة؟ زينة. زينة زينة. يلا خلينا نروح للرول ونشوف وين راح يوقف ويا نور. رياضة. شلونها معلوماتك الرياضية؟ نص ونص. نص ونص. حبيبي قرب بص وبص وبص. اسالها سؤال والسؤال يقول ما هو اصغر لاعب شارك بكأس العالم؟ وياش 20 ثانية. فكري. وينك؟ وين رحتي؟ وين؟ وياش 20 ثانية يلا وينك؟ يلا. صعب. صعب. للأسف انتهى الوقت وياها. نتمنى معارف اتصالها مرة أخرى وناخذ اتصال آخر ونقول ألو. يا فرحة قبله شمتها فيه. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم. علينا وعليكم أجمعين. من وياي؟ جنة علي هذه من بغداد. هيك الساعة اتصلت وطلع لي أكمل المثل. اها اكمل المثل. ايه وقلتوا لي يعني نفسه ما غيرت فيها. اكيد. يلا هسه المثل راح ينطيك يا ثامر. المثل اللي وياي يقول يا نور. نور. نور؟ لا جنة. جنة. عفوا. المثل اللي يقول او المثل يقول ايه شو يقول المثل اللي وياي؟ قلت له ربعه وشنو؟ هو؟ نور. جنة جنة. كتلة وربعة وهو جاي يسوي. هو للأسف انتهى الوقت. يعني اليوم 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 أني حظي ما أدري شلونه. لأن أسئلتي سهلة. اساعد يلا ان شاء الله على الايام الجايه من رمضان. يا
يعني بعد لا راح اجيب لهم اشياء اشاره يعني توضح اكثر السؤال يعني. ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، رمضان كريم على الجميع ان شاء الله. منو وياي؟ الشهد فالح وياك. شهد فالح مو اول مره تشاركين؟ لا لا اول مره. كلش حلو. شهد من وين؟ من بغداد. يا هلا بيك يا شهد، نورتينا اليوم ببرنامج فنك تربح. جاهزه ويانا؟ ان شاء الله. نروح للرول؟ يلا ان شاء الله. يلا نروح للرول ونشوف شنو راح يختار. يا رول يا رول، اعطي الشهد سؤال سهل. حلو. ان شاء الله السؤال سهل عافيه. ان شاء الله. ورد سعد شهد. سؤالش بالعلوم يقول. شي يقول؟ ان شاء الله. عدد عيون النحلة. عدد عيون النحلة؟ نعم. ايش كم عد ايش كم عين عندها النحلة؟ واحد. اصبر. اثنين. اثنين؟ لا. أكثر. أربعة؟ انت وصلتي. دا اساعدك وانتهى الوقت للاسف، لكن نتمنى مشاركتك مره اخرى. انت عرفتي الوقت راح ينتهي وساعتي قدرتي تخسريها. ترى انا قصدي قالت اربعه متقصده. انت متقصده تخسريها. انت عداوه ويا البنات. انا اكثر المتصلين قاعد يربحون. المفروض البنات تساعديهم. انا اساعدهم. انت المفروض البنات تساعديهم وتفوزيهم، والولد اوكي لا تفوزيهم. اخذ اتصال ثاني. يعني ما احكي بعد؟ اتصال ثاني. تمام، نروح لاتصال اخر ونقول رمضان كريم وصباح الخير وفنك تربح وياي. صباح الخير. اليوم صباح النور، اليوم صدق فنك فنكم تربحون وياي. صباح النور، من ويانا؟ سعد غازي من بغداد. سعد غازي من بغداد، ونروح وياك بسرعه للرول ونشوف شو محضر لك من سؤال. جغرافيا، شلون معلوماتك الجغرافيه؟ والله يقول 25%. 25%. السؤال وياك يا سعد. ما هي الآلة التي يتم استعمالها في قياس نسبة الرطوبة؟ وماخذين هذا السؤال بالفيزياء. صحيح. يلا فكر. هي بالجغرافيا موجوده. الرطوبه فيزياء وجغرافيا. جغرافيا صح. شاطره ما شاء الله. يلا اي اله يستخدمها. محرار. محرار هم زين. انتهى الوقت، شلون طلعت خنكتك. اذا الرطوبه يقيسوها بالمحرار، لعد المسخن بيش يقيسونه يعني بالفيتة. خلينا شلون ليهم. خلينا نروح الى فاصل وراجعين. بعد هذا الفاصل اكيد متواصلين وياكم بفنك تربح، ونروح للاتصال ونقول الو الو الو. السلام عليكم. رمضان كريم. وعليكم السلام والله اكرم، ومنو وياي؟ علي. علي جمعه كريم من بغداد. علي جمعه كريم من بغداد، قبل شوي اتصلت؟ اي والله بس ما فزت. ان شاء الله تفوز. منو سالك انا لو ورد؟ لا سالتني المقدمه. ورد يلا الحمد لله مو انا الحمد لله. يلا نروح للرول يا علي ونشوف شو محضر لك. يلا يا رول. خطية علي اتصل قبل شوية وخسر، فريد الربحة. تاريخ. شلون معلوماتك بالتاريخ يا علي؟
علي علي يا علي يا علي قاعد نايم علي نعم 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 وين رحت؟ لا مو الرصيد راح يخلص. ها الرصيد راح يخلص. يلا بسرعة. سؤالي يقول من أول من كتب اسمه على العملات الدرهم والدينار؟ يلا بسرعة. ممكن عدد السؤال؟ أكو شخص كتبه واسمه صورته واسمه على الدرهم والدينار على العملات، خلوا اسمه على الدرهم والدينار وبالعراق. شخص أوروبي يعني؟ بالعراق 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 بالعراق. والله للاسف انتهى الوقت. والله اسئلتي سهله يا عالم، اسئلتي سهله واساعد ليش؟ ناخذ اتصال اخر. انا محسود الظاهر. يمكن 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 محسود. رمضان كريم. علينا وعليكم الله يسلمك. من وياي؟ زيد فلاح. من وياي؟ زيد فلاح. دريد؟ زيد. زيد؟ زيد فلاح. من وين؟ من صلاح الدين. يا هلا بيك وبكل اهالي صلاح الدين، اول مره تشاركنا؟ الحمد لله والله اول مره اشارك. يلا ان شاء الله تربح من اول مره، جاهز؟ بارك عيد جاهز الحمد لله. متحمس؟ الله يسلمك. يلا نروح للرول ونشوف شنو راح يختار. عواصم ومدن. تسمعني؟ سمعت سمعت نعم. طلعت لك فقرة العواصم والمدن وسؤالك يقول شي يقول؟ اي نعم. ما هي عاصمة دولة قطر؟ قطر الدوحة. ألف ألف مبروك لك، إجابتك صحيحة. ربحت ويانا بسفرة مقدمة من شركة قصر سومر للسفر والسياحة إلى شمال عراقنا الحبيب، بس أعطينا اسمك الثلاثي. زي صلاح حسن. صلاح حسن. صلاح الدين. فلاح لو صلاح؟ لا لا فلاح فلاح. فلاح صلاح الدين؟ اي من صلاح الدين. الف نعم. مبروك لك ونتمنى لك سفرة سعيدة. الف 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 مبروك يا زيد. ويانا اتصال؟ اها انتهى وقت البرنامج. للاسف. فاي شخص ربح ويانا اليوم يتواصل ويا الرقم الظاهر اسفل الشاشة على الواتساب للاستلام جائزته، ألف 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 مبروك للي فازوا ويانا، وحظ أوفر للي ما فازوا ويانا، وإحنا مستمرين يومياً الساعة واحدة طيلة أيام شهر رمضان المبارك بفنك تربح، وجوائزنا أيضاً مستمرة، وانتهى الوقت والجو إلش بعد. للأسف، وأكيد أحب أنوه أنه اليوم إطلالتي كانت برعاية أزياء فدك للزي الخليجي والمغربي، فتحياتي إلهم وشكراً لذوقهم الراقي. ايضا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى انو استمتعتوا ويانا بحلقه هذا اليوم، وانتظرونا طبعا استمتعوا وياك. غير فوزتيهم؟ نعم؟ طبعا غير فوزتيهم اكيد طبعا. اكيد فوزت بس انا حظي. يستاهلون، الكل يستاهل يربح. صح فعلا. لذلك تابعونا وكثفوا اتصالاتكم بالايام الجايه وشوفونا باكر. الى اللقاء. باي باي.